السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم، يا رب تكونوا بخير وصحه جيده. واحد من اشهر فنادق مدينه باتومي وهو فندق باتومي هيلتون اللي بيتميز بموقعه والخدمات اللي بيقدمها. خلينا نشوف مع بعض. يعتبر الفندق من الفنادق الكبيرة نوعا ما، بيحتوي على 348 غرفة على ارتفاع 20 طابق. بيتميز بإطلالات الغرف الرائعة على الجهتين، جهة البحر وجهة البحيرة الصناعية والمدينة والجبل. أي غرفة بتسكن فيها رح تكون الإطلالة فيها حلوة، حاول بس تتجنب السكن بالغرفة هي الزوايا على المبنى المقابل، رح تكون غرفة مكشوفة على المبنى المقابل وفيها إطلالة جزئية على البحر. طبعا هالغرف اللي على البحر كلها هي الغرف اللي بيكون فيها بلكونات، عكس الغرف اللي بتكون مطلة على البحيرة الصناعية اللي بتكون بدون بلكونات. في غرف أو أجنحة مختلفة وجميعها بصراحة جيدة. الجناح اللي صورنا فيه هو زاوية على المدينة ومقابله من الجهة اليمين المبنى المشابه للهيلتون، هو عبارة عن شقق مفروشة. طبعا مثل ما حكيت هي الأجنحة والغرف اللي هي زوايا بتكون مكشوفة نوعا ما على الجهة اللي فيها المبنى المقابل، لكن الإطلالة بشكل أكبر بتكون على البحيرة الصناعية. طبعا 01 أي غرفة رح تكون 01 رح تكون مثل هذا الجناح، تكون هي زاوية. الغرف مريحة وممكن يكون فيها إزعاج أو موسيقى بالليل بالأدوار العليا القريبة من السكاي بار. طبعا الحمامات ما فيها شطافات كعادة جميع الأوتيلات الموجودة بباتومي. أما بالنسبة للمطعم فالمطعم الرئيسي هو مطعم باليون، واللي بيقدم فيه الوجبات الثلاثة، بوفيه الإفطار وعندك الغداء والعشاء بيكون يا أما ست منو يا أما على الطلب. طبعا أغلب الأحيان للغداء والعشاء إذا كان في جروبات سياحية بيحطوها بهذا المطعم. بالنسبة للإفطار فهو متنوع وتقريبا بيرضي جميع الأذواق، ولا تشي عندهم الأجبان والعسل وأنواع المربيات. في شهر أوغست الفندق دائما بيكون زحمي والجروبات بتكون فيه مليانة. طبعا المطعم بيكون فيه ازدحام شديد عليه في الصباح، ممكن تروح في وقت ما تلاقي فيه طاولة وتستنى لحتى تاخد طاولة أو تفضى طاولة. المطعم استيعابه متوسط يعني، بس الفندق بيكون أحيان مليان وماخد كل الغرف ماخدين باكج الإفطار، فكل الناس ممكن تجي في وقت واحد على المطعم. مطعم بيليون بيتواجد أمام الاستقبال وهو موجود بهو الفندق. وبنفس اللوبي بيتواجد الكوفي شوب تنديلا كافيه، بيتميز بجلساته الرايقة والهادي، وبالصيف عندهم بيوفروا يعني جلسات برا، جلسات خارجية وطاولات برا للمدخنين وللي بيحب الجلسات الخارجية.
بيقدم جميع أنواع القهوة والمشروبات الساخنة بالإضافة للكوكتيلات والعصائر والسناكات والحلويات. قهوة الفندق يعتبر كبير وبيستقبل أعداد كبيرة في وقت واحد، وهذا من المميزات الجيدة اللي بتفتقر إلها كثير من الفنادق الموجودة بالمنطقة، بالإضافة لوجود مكتبي اللي بيحب يقرأ، وفي كيدز كورنر يعني مكان صغير للأطفال ليتسلوا. أما بالنسبة للمطعم الأهم والأجمل واللي هو نيفيلي سكاي بار والموجود بالدور 20، بيتميز هذا المطعم بتوفر جلسات داخلية وخارجية وعلى إطلالتين بصراحة رائعين جدا، إطلالة البحيرة والمدينة والجبل وإطلالة البحر. هو عبارة عن طابق كامل دوبلوكس في دورين، يعني داخل المطعم ترجع بتطلع بسلالم على دور ثاني بسيط، لكن في طاولات وفي إطلالة كمان كثير حلوة بس على البحر حصرا يعني، وفي تراس للطاولة واحدة فقط اللي هي على الزاوية. هاي الطاولة دائما بتكون خاصة يعني، لأنه الطاولة هذه بتكون لوحدها وموجودة في الزاوية اللي هي بتاعت الفندق. المطعم بيفتح بعد الظهر على الغداء، بيقدم قائمة الطعام على الطلب. الأكل عنده ممتاز بصراحة، ما عليه كلام أبدا. بيقدم مشروبات الكحولية والعصائر والمشروبات الساخنة. من بعد الساعة 9 بالليل في فرقة موسيقية وفي دي جي بشكل يومي. أجمل أوقات الجلوس بهذا المطعم هي من بعد العصر بصراحة للمغرب، الوقت بيكون فيه رائع جدا إذا حاب الواحد يتغدى أو ياخد عشاء مبكر، بيكون بهذا الوقت رائع جدا، وغروب الشمس بيكون منظره كثير حلو، الجو بيكون راقي، الناس ما بتزحم عليه بهذا الوقت. نيفيلي سكاي بار يعتبر المطعم الأولى بباتومي، وموظفينه جميعهم صراحة ودودين وخدومين، خصوصا اللي كان مسؤول فيهم اسمه أصلاني، كتير شاب حبوب وخدوم، ممكن يعطيك نصائح حتى في المدينة. ومن الخدمات الترفيهية الموجودة بالفندق هو نادي إيفوريا الصحي واللي موجود بالدور الأول، بيوفر صالة رياضية معدات أيروبيك وصالة حديد صغيرة نوعا ما لكن توفي بالغرض. بيحتوي النادي على ساونا وبخار وغرفة تبديل ملابس وشاور وخزائن، مجهز بكل شيء يعني. بصراحة النادي بصراحة ممتاز يعتبر بالنسبة إلى حجم الفندق، ومسبح داخلي بدرجة حرارة معتدلة طوال السنة. والشيء المميز عندهم أنه في تراس للمسبح خارجي للجلوس تحت أشعة الشمس مطل على البحر، بيوفر بعض العصائر والآيس كريم، وفي كيدز كورنر في زاوية صغيرة لألعاب الأطفال.
أما بالنسبة للإجماعات والبزنس ففي دور الميزانيين ممكن تدخلوا عن طريقة السلالم من اللوبي على الدور الأول أو بتطلع بالأسانسير. الفندق بيوفر 8 قاعات إجماعات مجهزة بتقنيات الصوت والصورة مختلفة التصاميم والأحجام، وقاعة بوروم للاحتفالات المتوسطة والكبيرة. مؤخرا في صالة إقمار صارت بالفندق أتوقع من 2 أو من 3، هذا ما زاد الفندق ازدحام أكثر. الصالة موجود بالدور الثاني، طبعا لافت عليها ولا صورتها. الأوتيل أوتيلات باتومي بشكل عام أغلبها صار فيها صالات الإقمار، حتى الفترة هاي الأخيرة صار يطلق عليها لاس فيغاس الشرق. الأسعار بالأوتيل هذا بالموسم من 150 دولار بتبدأ لليلي فما فوق. ما بنصح ابدا مثل ما حكيت السكن فيه بشهر اوغست، لانه كثير زحمه فيه، الجروبات داخلي وخارجي بشكل يومي، والاوتيل مليان، وفي خدمات بتكون اقل من الخدمات بتقدم بالاجواء الهادئه، يعني بتقل جوده الخدمه بهذا الشهر. بس بصراحه بشكل عام الاوتيل ممتاز يعتبر، واللي حاصل على موقع جيد بمدينه باتو. اللي عنده اي سؤال اكتب لي بالتعليقات، لا تنسوني من دعمكم واشتراككم بالقناه، وشكرا لمتابعتكم.